السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نكمل وياكم المحاضرة الثانية ضمن موضوع الباتشيال ديفرنشال إكويجن. طبعا بما انه بدنا نحكي انه على الاشتقاقات الجزئية او الاورديناري الاعتيادية، فبكل الاحوال راح نحتاج الاساسيات مال الاشتقاق. فقلنا البارشال مجرد اذا اشتقاق بالنسبة لإكس، اذا ننسى اي شيء رمز اخر، اذا نشتق اي شيء يعني باعتبار ثابت، ونشتق فقط بالنسبة لإكس. يعني كمثال نبدي انه راجع لكم هسه حاليا بس الاساسيات مال المشتقه للتفكير. طبعا انه مثلا هذا ثابت سي بغض النظر كان، واذا كان جزئي مثلا انه نشتق بالنسبه لاكس وهو هذا الرمز، مثلا خلينا نقول اي شيء عدا الاكس اذا هو مشتقته صفر. زين اذا كان سي اكس اذا انا ايش راح يصير؟ اذا الاكس الاس مالته واحد ناقص واحد يصير صفر، إذن أي قيمة للأس صفر قد يصير واحد، إذا يبقى عندي بس السي بس الثابت. مثل إيش هذا كمثال؟ مثلا 3x، 3x إيش قد المشتقة مالتها؟ هي عبارة عن إكس، تمام؟ زين إذا كان عندي سي إكس أس إن يعني أسية، إذا إيش راح نسوي؟ ننزل الأس الإن بصف السي، يعني نضرب الإن في السي، بعدين الإن نقصه من إيش قد؟ من واحد. لان اذا كان عندي متعددة الحدود يعني زائد ناقص بيناتهم، اذا اشتق الواحد على حدا. زين اذا كان عندي ضرب دالتين ايش راح اسوي؟ اذا ضرب دالتين هنا اذا سي ليو بالنسبة للاكس، فراح اشتق سي في سي ديو للاكس. يعني اذا كان عندي ثابت مضروب في دالة بين قوسين بهاي الحالة، اذا ايش راح اسوي؟ راح اطلع سي يعني انه الثابت برا، واشتق اليو بالنسبة للاكس، ما له علاقة بالثابت. شلون بالتكاملات؟ شلون مبادئ اللابلاس؟ نفس المبدأ كلها، نفس ما اتفقنا بالمشتقة نفس الشيء. في حال ضرب دالتين فراح نقول الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. تمام؟ أوكي شباب؟ نجي هنا إذا كان عندنا قسمه، فاذا ايش راح يقول؟ المقام تربيع، هذا الفي هو هنا الفي تربيع، بعدين يقول مقام في نفسه في مشتقه الباسط ناقص الباسط يو اللي هو في مشتقه المقام. تمام شباب؟ هاي لا تنسوها، تمام عيني؟ ضروريه. اذا كان الاس عندي اصلا هو عباره عن مو ثابت، يعني الاس هو عباره عن داله، فبكل الاحوال احنا قلنا نعرف شلون نشتاق انه اليو نشتاق نقول ياما ناقص واحد في ان في مشتقة داخل القوس. يعني اليو اذا كان عندي دالة بين قوسين الاس ان، فش نسوي احنا؟ نشتق اللي هو الاس مال القوس ناقصه واحد ونضرب في الان الجديد، بعدين نضرب في مشتقة داخل القوس. تمام شباب؟ هاي ضروريات المشتقة. نرجع الى التكمله مالتنا مال الموضوع. طبعا حاليا احنا عرفنا قبلها الاساسيات وفهمناها، هسه نجي على شوي شوي نفهم. احنا لازم نفهم الخواص الاساسيه مال من؟ مال البارشال ديفرنشال كويجن. فاول شيء عندنا شيء اسمه الاوردر. الاوردر هي درجه المشتقه، تمام؟ هايست اوردر اوف ديريفيتيفز ذات ابير، تمام شباب؟ اذا هو اعلى مشتقة عندي، اعلى مشتقة عندي، الاوردر هو قيمة اعلى مشتقة عندي، موجودة عندي بالتفاضل. الديجري، اجي اعلى مشتقة فهو شنو؟ اما هو اعلى الديجري هو اعلى اوز موجود عندنا للمشتقة طبعا. لينير، نون لينير، اذا كان انه الديجري مالتي واحد اذا لينير، واذا كان الديجري اكبر من واحد اذا نون لينير. ملاحظه اضافيه انه هذا الشيء ما يساوي لنا هذا الجزء. انتبهوا شباب، هذا المشتقة اولى تربيع، هذا الجزء شو يقول؟ يقول لا هو المشتقة الثانية. For example, find the order degree and linear or non-linear of partial differential equation. مطلق عدة بارشل ديفرنشال كويجن قايل لك يابا اوجد لي تفاصيله. فاذا نجي هنا مثلا هذا اول واحد الاس مالته واحد واحد ما يؤثر، بما انه مشتقه ثانيه اذا سكند اوردر. زين ايش قد الاس مالته واحد اذا فيرست ديجري. زين بدا انه فيرست اذا راسا لينير،
هنا ايش راح يكون عندنا؟ هم فيرست اوردر، ليش؟ من مشتقه وحده. زين الديجري ايش قد؟ سكند. يجي واحد يسالني يقول لي ليش سكند؟ زين الاس مالتي واحد، لان هذا يو وهذا يو، يو في اليو يو تربيع، اذا سكند اوردر. بما انه الداله اليو اللي هو الفولور او الديبندد، انه الاس مالته تربيع، اذا نون لينير. طب شباب نون لينير، نجي هنا مشتقة ثانية وهي مشتقة ثانية، إذا سكند أوردر أنا ما عندي مشكلة بيها، بس شنو هو؟ فيرست ديجري، إذا الدالة التفاضلية، المعادلة التفاضلية الجزئية، إذا لينير، تمام شباب؟ إذا شنو لينير؟ نكمل وياكم مثال ثاني، بما إنه هذا فيرست أوردر، هذا أوردر وهذا فيرست أوردر، ديجري واحد، ليش؟ إن هذا يو هذا إكس، هذا يو وهذا يو هذا واي، اذا ماكو علاقه بيناتهم انه ممكن اضرب حتى يزيد الاس هنا. نجي على بعده، بما انه هنا انا ياهو على شيء سكند اوردر، سكند اوردر و ثيرد ديجري نون لينير، تمام شباب؟ نجي هنا عندي في حالة هيك صار، فهاي شنو؟ فورث ديجري، ليش؟ هذا اليوتر واحد وهذا التكعيب يصير اس اربعة، العلاقة نون لينير وهكذا. نكمل على البقية، هذا اهم شيء بالنسبة للاوردر والديجري واللينير والنون لينير. نجي للشغلة الثانية، انه التايبس اوف بارشال، اذا قلت لك انه اوجد لي هاي واوجد لي نوع تايبس اوف بارشال، تايب اوف بارشال شنو نوعها؟ فراح يكون كالاتي، اول شيء اباه على الداله، انا اللي يهمني الثلاث حدود بالبدايه، ليش؟ الاي هو معامل يو اكس اكس، والبي هو معامل يو اكس واي، والسي معامل يو واي واي. انا يهمني ذني اطبق هاي المعادله يساوي لي صفر، اذا البارابولك نوعها، واذا اكبر من صفر اذا هاي بارابولك، واذا اصغر من صفر اذا إلبتك، تمام شباب؟ عندنا هاي ثلاث انواع ننتبه عليها حسب القيمه مالتها. كمثال يو تي وهنا يو اكس اكس، نساويه للصفر، يو اكس اكس ناقص اليو تي اذا يساوي للصفر، الاي اذا المضبوط ما عندي، تمام شباب؟ هنا عندي هذا اليو تي يساوي لليو اكس اكس، اذا انا هنا المعامل مال يو اكس اكس وش مثل لي اي؟ إذا أي معاملة شقيد هنا؟ واحد، والباقي صفر صفر. أطبق المعادلة رأسا، يوم طبقتها ايش تساوي لصفر؟ صفر النوع الأول برابولك، أكتب برابولك، تكتب لي برابولك بالامتحان. إذا أكبر من صفر تكتب لي هاي بارابولك، وإذا أصغر من صفر تكتب لي إلبتك، تمام شباب؟ تمام. نجي بالجزء الثاني، بما إنه هاي إكس إكس وهاي تي تي، إذا هاي نقدر نعتبرها هي نفس الواي واي. اذا يو اكس اكس ناقص يو تي تي، هذا الطرف الاساس، نجي هاي نحوله ويساوي لنا صفر، اذا الاي واحد، البي هو معامل اكس واي، اذا صفر ما عندي مش بي، والسي هو معامل اليو واي واي، هذا الاي معامل يو اكس اكس، وهذا البي معامل يو اكس واي، وهذا السي معامل الواي واي، وهو نفس اللي قدرنا نعتبره التي تي، تمام شباب؟ نفس التي تي، نطبق المعادله طلع اكبر، اذا هاي بارابولك. اليو اكس واي قلنا هذا بالاي والسي ما عندنا صفاره، بس البي هنا شوف قد المعامل، مثلا بامتحان جاكم خلينا نقول خمسه، مجرد اطبق واشوف النوع بغض النظر عن الترتيب، طبق المعادله واشوف ايش قد قيمتها ممكن تطلع لي واطبقها، تمام شباب؟ اشوف ايش قد قيمتها تطلع لي واطبقها. اذا الاي هاي بالنسبة يطلع يعني أكبر هو الهاي بارابولك. نجي هذا، هذا انتبه يا شباب، هذا مهم بالامتحان، يعني الـ A U X X والـ U Y Y، شنو الفكرة مالته؟ إنه أنا فرضت إنه يا هو المعامل مال U X X ويا هو الـ A كابتر، الـ B هو الصفر، والـ C هو الواحد، مجرد أطبق المعادلة ويطلع لي هذا الجزء، ولكن هنا بهاي الحالة راح تكون عندي فرضيات، أفرض قيمة الـ A يساوي صفر، إذا صفر خلاص صفر، إذا النوع اللي يساوي لي صفر،
اللي هو البرابولك. زين اذا كان اصغر من الصفر شلون؟ الاصغر الاي اذا اصغر من الصفر راح يصير هايبربولك. ليش؟ لان انا اذا اصغر يعني سالب، سالب في السالب موجب، اذا راح تطلع اكبر من صفر هاي اذا هايبربولك. اذا فرضت الاي اكبر اذا موجب وهي سالب شو راح يصير؟ يبقى سالب راح تكون اصغر من الصفر اللي هو الجزء الاخير في حالة ادنى اصغر من الصفر اللي هو الاليبتيك، وهاي الفرضية الثالثة. لهنا نكمل محاضرتنا لليوم، لهنا تكمل محاضرة اليوم، وان شاء الله انتظرون المحاضرات لاحقة نختم لكم موضوع البارشال ديفرنشال كويشن. طبعا راح يكون ضمن البيسك كونسبت، وانتبهوا على كل شيء دا اركز به ممكن يجيكم خلال الامتحان. أتمنى لكم التوفيق، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والمتابعة.